وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث بجريدة اليوم السبع. بعد التحية، يعني مبادرة جيل جديد تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعكس هذه الرعاية الكريمة اهتمام من القيادة السياسية بالمناطق الحضرية الجديدة. تعقيب حضرتك. بالفعل يا فندم، يمكن هناك توجه واهتمام كبير جدا من الدولة بسكان وقاطني الأماكن الحضرية الجديدة، خاصة فئات الشباب والطلائع في صغار السن. يمكن مش دي المبادرة الأولى، ولكن دي نسخة رقم 4. كان هناك اهتمام سابق وزيارات للمواقع الشرطية لسكان الأسمرات وبعض الأماكن الجديدة مثل أهالينا وغيرها. نحن الآن بصدد المرحلة الرابعة تحت عنوان جيل جديد. الهدف من هذه الفعاليات والملتقيات هي زيادة الوعي عند الشباب الصغيرين وطلائع الصغيرين، وغرس بعض القيم والمفاهيم الصحيحة منذ نعومة أظافرهم. شفنا أطفال صغيرين بيتكلموا عن فكرة الوعي، فخورين ببلادهم، ازاي بيشوفوا المشروعات والإنجازات والحجم الإنجاز اللي بيحصل في مدينة بورسعيد والمنطقة الشرقية، وازاي بيتلمسوا ده بايديهم. فرق كبير ما بين ما نحكي للشباب ونتكلم وما بين انهم يتلمسوا ده بايديهم ويشاهدوه على ارض الواقع. مش زيارة لساعة او ساعتين، لا، لثلاث ايام متتالية. هذه المبادرات الرئاسية او تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مهمة جدا لهذه الاجيال، بتخلق حالة من الوعي وبتصحح المفاهيم الصحيحة عند هؤلاء الشباب. يعني نستطيع أن نقول أنها خطوة استباقية بالاهتمام بالأجيال الجديدة، بكيفية تفكيرهم وإبعادهم عن الفكر الذي سوف يضر المجتمع. بالفعل يا فندم، ده خطوة استباقية رائعة، خطوة تتماشى مع الجمهورية الجديدة وتتماشى مع التوجه الحالي بالارتقاء بفكر الشباب والارتقاء بفكر الطلائع الصغيرين وتصحيح الأفكار ويعني بس المعلومات الصحيحة لدى هؤلاء الأجيال والأجيال الصغيرة. ناس كثيرة بتعتقد أن دور الشرطة مقتصر على ملاحقة الجريمة فقط، ولكن ها هي الشرطة بتقوم بدور إنساني، دور إنساني من خلال يعني رعاية هؤلاء الشباب من المناطق الحضرية، والتأكيد على أن الشرطة هي جزء منهم لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب، بيكونوا يعني مصاحبين لهؤلاء الطلائع والبراعم على مدار ثلاث أيام، بيزوروا فيها مشروعات ضخمة أنجزتها الدولة، بيزوروا فيها ميناء بورسعيد وهو من أقدم الموانئ على مستوى الجمهورية، تم إنشاؤه في ثلاثينات القرن الماضي، نتكلم عن حوالي من أكثر من 90 سنة عمر هذا الميناء العريق والتاريخي، بيزوروا بعض المواقع الشرطية، بيزوروا أنفاق 3 يوليو واللي بتربط بورسعيد بالمنطقة الشرقية. كل هذه الزيارات بتسيب طوابع إيجابية لدى هؤلاء الشباب، حتى إذا ما شبوا وما كبروا هيعرفوا تاريخ بلادهم وإزاي البلد يعني قدرت أنها توفر لهم حياة كريمة وبلد عظيم تليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة. يعني بالفعل وزارة الداخلية تتبع نهج واستراتيجية للارتقاء بمختلف أنشطتها، لا سيما على المستوى الاجتماعي كما هو الأمني أيضا. كيف تقيم هذه الاستراتيجية التي نشهدها ونتلمسها من سنوات؟ إذا كان هناك يعني اهتمام بالأمن العام أو الأمن الجنائي، فوزارة الداخلية بتعلي الآن من قيم الأمن الاجتماعي، الأمن الاجتماعي اللي بيدعم الأفكار الصحيحة لدى الشباب، الأمن الاجتماعي اللي بيراعي سكان المناطق الحضرية الجديدة وبيجعلهم يندمجوا في هذا المجتمع. وزارة الداخلية حريصة وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق على إعلاء القيم الإنسانية ويعني تعبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، وده اللي شفناه من خلال الزيارات الميدانية اللي بترتبها وزارة الداخلية لسكان الأماكن الحضرية. أكاديمية الشرطة من فترة كانت تستضيف عدد منهم، تم زيارة في محافظة الإسكندرية، في اتحاد الشرطة،
ما بين الحين والآخر بتنظم وفقا أو تحت رعاية مبادرة كلنا واحد العديد من الزيارات الميدانية لهؤلاء الطلائع، بيغذي فيهم الوعي الوطني والانتماء الوطني. وإحنا النهاردة بنشوف الأطفال هم بيتكلموا عن البلد وعن حبهم للبلد، وده شيء عظيم جدا وأمر محمود بتقوم به وزارة الداخلية بتستهدف هذه الفئة العمرية تحديدا. بالفعل، ومن المهم أيضا أن نواجه الفكر الإجرامي قبل أن يتكون في العقول. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث بجريدة اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.